يعني نحتفي جدا بسينا. والحقيقة كل ما بشوف المشاهد وما بشوف جمال سينا مش ممكن نقول غير انه هي بلدنا حلوة في كل الحالات، وان شاء الله نفضل دايما حارسين وصينين بلدنا. ولان طبعا مصر هتفضل الحقيقة تبهر العالم بحاجات كتير، والاكتر بولادها، وده الحقيقة كنز مصر الحقيقي. يعني كتير نقعد نقول كنز مصر في عقولها وفي شبابها وفي ناسها، وإن هما دايما بيتحدوا المستحيل. فالنهاردة في خبر لطيف جدا، فاز الفريق المصري بالمركز الثاني من واقع 108 دولة، وده في مسابقة، طبعا مسابقة مهمة جدا، والمسابقة دي في الأمن السيبراني، وقدروا إن هما جلوبال دريل، يعني سايبر دريل، قدروا إن هما يحققوا الحقيقة يعني مجهود كبير جدا، وقدروا ان هم يتفوقوا بشكل كبير من خلال عدد من الدول، ودول دول قويه ومحترفه، بنتكلم عن ايطاليا وتركيا وكوريا والهند وباكستان وسنغافوره وماليزيا، يعني اسماء كتيره جدا. الفريق المصري قدر الحقيقه انه يعمل مجهود كبير، وقدر ان هو يبقى موجود ويقدم هذه المنافسه. خلينا نروح مزيد من التفاصيل ونبارك لفريقنا المصري. مهندس وليد زكريا، رئيس قطاع المركز الوطني، وطبعا خلينا نعرف كمان ده ازاي قدر يعمل ده، ونعرف مزيد من التفاصيل. مساء الخير مهندس وليد زكريا، اهلا بحضرتك معانا، اتفضل. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك، ومشكرين التلفزيون المصري والبرنامج على استضافتك. اهلا وسهلا. كلمنا عن يعني هذه المسابقه وهذا التفوق للفريق المصري. تمام يا فندم. اولا بس هناخد تعريف بسيط، ايه هو المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، علشان نقدر نفهم ابعاد اللي تم فيه المسابقه الدوليه. تمام. المركز هو تابع لجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم انشاؤه من 2009 حتى الان. كنا بدانا يمكن بست مهندسين، وحاليا العدد تعدى ال 100 مهندس في المركز. ليهم باربع مهام رئيسيه، الجزء الاساسي فيها هو التعامل مع الحوادث السبرانيه من خلال مجموعه من الاجراءات في حاله وقوع الحادث السبراني، وكمان مجموعه من الاجراءات الاستباقيه علشان نقدر نمنع وجود اي حوادث سبرانيه او نقلل من تاثيرها. في جزء كمان خاص بتحليل التحليل الجنائي للادله الرقميه، وده بنتعامل فيه بشكل مباشر مع القضايا والمحاكم المصريه لما بتجيلنا تكلفات للتعامل مع الدليل الرقمي. كمان جزء خاص بتحليل البرمجيات الخبيثه اللي هي زي الفيروسز وغيرها. تمام. وكمان اجراء مجموعه من الاختبارات على الانظمه والبنيه المعلوماتيه الحرجه للدوله، علشان لو في اي ثغرات امنيه يبتدي يتعامل معها بشكل مباشر. طيب ازاي نقدر نعمل المهام دي ويبقى في عندنا قدره فنيه عاليه؟ لازم يكون في عندنا فريق مدرب وعلى اعلى درجه من التقنية، ويقدر يتعامل مع أحدث الأنواع من الهجمات واللي احنا بنتعرض لها بشكل مباشر وشكل يومي طول الوقت. وده الحقيقة بيتم عن طريق برنامج تدريبي عالي جدا ومكثف استثمرت فيه يمكن الدولة المصرية من بداية إنشاء المركز، ودايما فيه عندنا مجهودات كبيرة جدا عشان نعد الكوادر المصرية. واحدة من هذه المجهودات طبعا هي المشاركة على المستوى الدولي. زي ما حضرتك اشرتي ان الجلوبال سايبر دران ده واحد من اكبر المسابقات اللي بتتم دوليا في هذا المجال للتعامل مع الحوادث السبرانيه. وكون الحقيقه الغرض منه هو قياس مدى قدره الفرق على مستوى العالم تتعامل مع الحوادث المعلوماتيه عموما على التعامل مع الحادث السبراني. يمكن هو كان تحت يعني تنسيق مع دوله الامارات والاتحاد الدولي للاتصالات، السنة دي استضافوا 108 دولة. يمكن ده أضافوه لموسوعة جينيس، لأن الرقم ده أول مرة يحصل، في 108 فريق على المستوى الدولي مسؤولين عن الطوارئ المعلوماتية والتعامل مع الحوادث السبرانية يخشوا في مسابقة واحدة. وكمان ابتدى الإيفنت دون أو المسابقة بمجموعة من التحديات. من خلال المسابقة بيتم اختبار القدرات الفنية للفريق للتعامل مع الهجمة السبرانية من خلال مجموعة من السيناريوهات المعقدة للغاية. خلال الوجود بالفريق وهو بيشتغل على هذا
السيناريو بيتم قياس مدى قدرته الفنية، سرعة تعامله مع الحدث، إمكانياته الفنية في التعامل، وقدرته على التحليل للبرمجيات. طب هل أقدر أقول هنا، هل أقدر أقول هنا ببساطة يعني عشان برضو نبسط للناس، يعني مثلا بيتم مثلا يدخلوا لهم زي هاكر، زي برامج فيها فيروسات، زي حاجات، وهنا يشوف القدرة، صح؟ عبارة عن مناورة، ويشوف بقى مناورة. القدرة على إنه يقدر يتخلص من ده كله ويحمي المواقع بتاعته. هل ده كده بشكل عام عشان نقربها للناس، هو ده اللي بيحصل؟ يا فندم، بتبقى تمام. زي مناوره، المناوره دي بيدينا فيها مجموعه من الانظمه اللي بيحصل عليها هجمه سبرانيه، بنبتدي نحلل هذه الانظمه والمخرجات بتاعه السجلات للانظمه عشان نعرف المصدر بتاع الهجمه، الهجمه وصلت لغايه اني سيستمز واضرتها في ايه، تمام، ازاي نقدر نكتشف الثغره اللي دخل منها المهاجم، ازاي يتم تحديد شخصية المهاجم، ازاي ناخد الاجراءات الخاصة بوقف الهجمة، والاجراءات الخاصة بالتعامل بشكل مباشر. وده اللي حققه الفريق المصري. عارف حضرتك انا سعيدة لانه المصري. الدول اللي موجودة صحيح العدد 108، بس انت عندك دول يعني معروف قوتها في البرمجة، نعم، والكمبيوتر، زي الهند مثلا وزي تركيا. مصر الحمد لله ذاكرة بالكفاءات. طبعا ويعني انا يعني بحب استغل الفرصه ان اشكر كل الشباب اللي اشتغلوا في هذا الموضوع، لانهم فعلا كانوا مركزين بشكل قوي جدا ان هم يحققوا حاجه فعلا لبلدهم، سواء اللي كانوا موجودين معانا هنا في دوله الامارات او اللي اشتغلوا ريموتلي معانا من السبت المصري. اكيد هم فعلا على اعلى درجه فنيه، وكلهم عندهم حس وطني عالي جدا. اكيد الواحد كده يبقى مطمئن انه ما فيش يحصل لنا اي هجوم سبراني او اي حد يقتحم